لازم القول ليس بلازم، لكنه يشم ذلك منه. عنده أقوال أخرى في تكفير أهل السنة. على كل حال، عبد الحسين الذي كان من أكثرهم استخداما للتقية، ومع هذا تخرج من فلتات لسانه قضايا فيها تكفير، خاصة لما يتكلم ويقول إن يعني من لا إن الإيمان بالإمامة ركن من أركان، لا يتم الإيمان إلا بها. معناها إيش؟ لا يتم إيمان أهل السنة جميعا، جميع أهل السنة لا يؤمنون بالإمامة. العلي رضي الله عنه.